إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد، وتنفرج به القرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب، وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أصحاب البدريين واللحديين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرامة كلهم أجمعين، وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا، رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين، وإلى روح من دفن في هذه المقبرة الشريفة خاصة، وإلى أرواح من دفنوا في حوالي هذه المقبرة، وإلى أرواح آبائنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فكاكا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة. اللهم يا رب ارحم غربتهم، وآمن روعتهم، ونفس كربتهم، وارفع درجتهم، وكلنا ولهم وليا، وبنا وبهم حفيا. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بجاههم عافنا،
وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم يا واجب الوجود ويا واهب الخير والجود، أفض علينا أنوار رحمتك ويسر لنا الأمور ويسر لنا أمورنا. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء، فقضها يا قاضي الحاجات. اللهم نذر بالعلم قلوبنا وجعل اللهم نذر بالعلم قلوبنا وجعل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وكف أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين والنمامين. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف. اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من آفات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء، فقضها يا قاضي الحاجات. وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا، فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا، ولا تردنا خائبين، ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين، وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.